أريد بناء بيت على قطعة أرض، ولكني أريد أخذ قرض عليها من أحد أقاربي، علما بأن هذا القرض ربوي، فما الحكم؟ لا يحل الاقتراض بربا، سواء كان من بنك أو من شخص آخر، أي شخص، والتماس ما يخرج عن هذا الحرج من واجب المسلم، فإن الاستبراء للدين أمر مطلوب، وعلى المسلم أن يتقي الله. وقد لا يسكن في بيت يريد بناءه، فكيف يلقى ربه وقد أنشأه على عمل محرم، وقد لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.